بمناسبة الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023-2024 سطرت مصالح أمن ولاية بجاية مخططا أمنيا استثنائيا لضمان الدخول المدرسي في ظروف آمنة، أين تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الدخول المدرسي، أين تم توزيع قوات الشرطة على تشكيلات بالقرب من المؤسسات التعليمية قصد تسهيل حركة المرور لوصول تلاميذنا الأعزاء بكل سهولة إلى المدارس، كما سيتم استئناف في هذا الإطار كما سيتم استئناف دروس تحسيسية توعوية لفائد التلاميذ الأطوار التعليمية الثالثة الابتدائي المتوسط الثانوي لمختلف الآفات الاجتماعية أهمها السلامة المرورية الوقاية من آفة المخدرات لاستعمال السلبي للإنترنت وذلك طيلة الموسم الدراسي الحالي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.